أبعض الناس هدانا الله إياه يريد أن تكون هذه الدنيا جنة. صخم يا زنقر خويش مدنير جنة قشتشتن. هذه الدنيا ليست بجنة. مدنير جنة والحمد غشاق تشتخن. كيف يريد أن تكون دار العمل هي دار جزاء؟ هذه دار عمل، دار اجتهاد، دار عبادة. ونا وزدلاجر بساطق ازدبغخنو على حشكم في غشار وزدي غتخجنو جبو على حشكم يشاقم مدونيم دي تلجنو بساطق ادغخنو على حشكم في غشار نخ تشي غتخنو عراقم. يقول مثلا البلدان الآن فيها كذا وال يعني الحياة صعبة وكذا، طيب هذه الدنيا ليست بجنة. ينقوا تخر متحوسخ غاشو حتى خوا مرش أقم مرش أقم جاري أو أرى غاشو زرشت من جنته تشتخن تشب سونا غاشكم تكفي غاشاق مدنين. لابد أن تعمل تجتهد مدنين دي كوف ويحنوش بسابق وزرب غخن مكفين ويش لا راحة دون الجنة. جنة ساقرة تخرج ذات خن وتخرج ذات تنشنو شعر مدنين تنشبق